مشاهدينا عم نرجع معكم بحلقة مميزة لعيد الميلاد وضيفة مميزة هي الفنانة وملكة جمال السابقة كريستينا صوايا. كريستينا أهلا وسهلا فيك، أهلا ضيفة فيك، مميزة ينعاد اليوم عليكم معنا. يا رب، ميلاد ميرسي مجيد وإن شاء الله ربنا هيك بيكون زارع البركة بقلوب كل الناس وببيوتهم والمحبة يا رب. والسلام، وخاصة السلام الداخلي، لأن وقت اللي نحن بنكون مرتاحين مع حالنا بنكون مرتاحين مع كل اللي حوالينا. صحيح. كريستينا حضرتك فنانة وأم وناشطة اجتماعيا، ويعني اسم الله عليك، ما في يعني إذا فينا نقول عمل خيري إلا ما بتكوني موجودة فيه. خلينا نبلش بداية. هلا مش كلهم على قد ما بلحق، بتلبي يعني كتير، يعني هي شهادتي فيك. خلينا نبلش بداية، شو بيعني لك عيد الميلاد؟ صراحة بالنسبة لي عيد الميلاد هي أحلى فترة بالسنة، بيعني لي كتير هالعيد، وخاصة أنه كنا أنا والوالد الله يرحمه نتشارك بهالأحاسيس أنه قديش منحب هالعيد وقديش هو عيد كله فرح. بتحس بميلاد يسوع، في ميلاد، يعني في ولادة جديدة للمحبة للفرح للسلام، في إذا بدك ولادة جديدة للأمل، في ولادة جديدة مثل ما بيقولوا نيو بيجينينج، يعني مثل كأنه بداية جديدة، يعني ولادة بداية جديدة. بحس هيدا العيد من أعظم الأعياد، رغم أنه نحن بنعرف أنه عيد الكبير اللي هو عيد الفصح المجيد هو عيد كتير عظيم، لأنه بالنتيجة المسيح افتدى نفسه على الصليب لألنا لأجل البشرية ليخلصنا ويخلصنا من الخطيئة ويعطينا الحياة الأبدية. بس برضو لو ما في عيد الميلاد وإجا بعيد الميلاد ما كنا وصلنا للفصح المجيد. فكرمال هيك أنا هالبداية هاي بالذات بتعني لي كتير، لأنه هيدي بداية لخلاص البشرية وبداية للحياة الجديدة اللي عطانا إياها بعدين ما بعد انتقالنا، يعني من الحياة الجسدية للحياة تنتقل الروح. يعني كريستينا يلي ما بيعرفك بيجهلك، حضرتك شخص كتير مؤمن، كتير بتصلي وكتير موجودة بمجموعات بريير. خبينا شوي، هالإيمان شو بيعطيك؟ بيعطيك ساتسفاكسون داخلية؟ بيعطيك سلام؟ بيعطيك سعادة؟ هلا قبل ما جاوبك على السؤال، في شغلة صغيرة هيك حبيت علق عليها من اللي قلتي، انه كتير مؤمنة وكتير بصلي. بستغرب مرات انه الناس تفكر اذا شخص معروف او مشهور انه يكون شخص بعيد عن الايمان او عن الصلاه، هيدا الشيء مش مزبوط. فينا نكون ناس مش معروفين ونكون بعاد عن الله، وفينا نكون ناس كتير معروفين ونكون قراب من الله، يعني ما لها علاقه، هي هيدا بالنتيجه شيء خاص. يعني هو الانسان كيف بيلاقي علاقته بربه؟ اذا هو مؤمن انه في الله موجود والله اللي خلق هالدنيا كلها وهالبشريه كلها، صحيح. اكيد بده يامن بهالقوه الكبيره اللي نحن بنسميها الله، ويعرف انه حياتنا ما كانت بتكون موجوده لو ما بلشت من شي مطرح يلي هي مع هالاله العظيم. وانا من هالاشخاص يلي كثير بؤمن، يعني لو ما بشوفه، يعني نحن بالنتيجه بشر، صح. والبشر بيعتمدوا على حواسهم، بس لو ما بتشوفيه انا بعرف انه موجود وبحس، يعني في شيء جواتي بخليني احس انه انا وجودي لها علاقه بهالباور الكبيره اللي هي الله. وبس صلي عن جد بصلي له من كل قلبي، وبصلي كثير صلاه خاص، يعني مش بس الصلوات اللي نحن معودين نصليهم، كمان في صلاه خاص بيني وبينه. وكثير بعتبر انه ما بقدر اعمل شيء بحياتي بلا ما اتكل عليه، لانه بعرف انه ما فينا نعمل شيء ونستمر بشيء من دونه، فدايما على طول اتكالي عليه. وبعرف انه لو ما فيي اشوفه بعرف انه عم يسمعني، بعرف انه رح يستجب لي، بعرف انه هو معي. ورغم انه كتير مرات يمكن بطلب قصص مش دغري بتصير، ونحن ببشريتنا بتعرفي بننقهر مرات او منزعل لو كنا مؤمنين ومنصلي، بس منرجع منقول انه ايماننا بقلنا يمكن ربنا مش شايف هيدا الشغلة هلأ لإلي، او يمكن مش شايفه بالمرة لإلي، في حين انا يمكن حبتها حابة انها تصير. هيدا الشيء مع الوقت، مع النضوج الروحي والنضوج الفكري بهالقصص، بتصيري تفهميها وتقدري تقتني، واكيد مع نضوجك بالصلاة بتصيري انت كمان انضج.
وما في احلى من الصلاه والايمان عن جد، هن بخلونا نستمر، وهن اللي بخلونا كمان نقشع الصح من الغلط، بخلونا اذا بدك بيحمونا انه ما نوقع وقعات، لانه عن جد الانسان المؤمن واللي بيصلي واللي عن جد بيحكي مع ربه وعنده علاقه مع ربه، انا برايي هذا الانسان محصن ومحمي. يعني الله كثير بيحمينا من اشياء صدقيني، والا بيصير معنا الويلات انا اكيد. وحتى لو تجربنا بمرض او بشيء، مش معناتها ربنا حط هيدا المرض فينا، يمكن شيء بده يصير بس اكيد هو موجود ليخفف العبء، ليخفف الوجع، ليخفف الالم، ليخفف الحمل. ومرات كثير بنشوف انه عم بيقوم كمان بعجايب، ان كان دايركتلي او ان كان من خلال قديسين. شو حلو هالكلام كريستينا، عن جد كتير حلو. بدي أسألك، يعني أنا وقت حكيتك مشان نعمل إيفنت دغري لوحدك قلتي أنا بدي غني للمسنين اللي هن بحاجة، بس تأزرع لهم هالفرح بقلوبهم بالوقت اللي هن منسيين وما عندهم عيال. يعني دغري يعني بتركضي على العمل الخير، هل هالشي بتحبي؟ يعني شو بيعطيكي؟ يعني شو بتحسي؟ أول شي هالشي بحسه موجود فيي دقا دودو. انا رسالتي الاساسيه ايام ما كنت ملكه جمال لبنان والدول كانت المسنين. يعني انا بلاقي هالانسان اللي عطى كثير بحياته، يعني اقل له نكرمه بشيء، لو بشيء بسيط، يمكن نغني له، يمكن نطعميه، يمكن نقدم له هديه، ما بعرف، يمكن اذا هو موجود عندنا بالبيت مريض نهتم فيه، نسال عنه، نكون حده، نحسسه بامان، نحسسه نحن موجودين. كيف اذا كان مسن منسي او متروك؟ يعني انا هيدي الصوره كثير بتقهرني وكثير بتضايقني، ويعني انا بعرف من حالي، يعني انا بابي كنا حاضنينه، ما بقدر اتخيل شوف مسن متروك. هلا اوكي يمكن في ناس عندها ظروف، نحن ما بنعرف شو ظروف الاخرين وما فينا نحكم، بس اتليست اذا نحن بنقدر نعمل شيء لغيرنا ليش تنتاخر؟ بالعكس لازم. ووقت طرحت علي الفكره انه نحن بحمله كمش الدفع بدنا نوزع ثياب واشياء بحاجه لها العيال الفقيره، وقلت لي انه فرد مره رح نعملها كمان مع غدا المسنين بالمركز تبع مالي اللي هو نحن لبعض. ما بعرف هيك اجت لحالها الفكره، تحمست قلت ما زال كمان فتره الميلاد، ليش ما بنعمل لهم انيماسيون مهضومه بنغني لهم. وبحب نوجه تحية من خلالكم أكيد للأستاذ الموسيقي توني البايع، لأنه بس حكيته كان دغري متجاوب. ونحن على فكرة سنة الماضي كمان عملنا شيء سوا للولاد، كمان كان عندي حفلة أولاد من ميتم للرهبات، اجوا على مطرح بجل الديب، كانت عملت لهم اياه وحده مدام انه حفله خاصه. كمان قالت لي اذا بتجي بينبسطوا فيك بتوزعي لهم هدايا، اقترحت انه نعمل لهم انيماسيون، وحكيت كمان مع توني البايع واجا وعملنا لهم انيماسيون سوا. كان عن جد يعني ما في خبرك قد ايه لإلي هيدي هديه، يعني كانه انا هديتيني شيء، وبحس كثير بساتيسفاكسيون انه انا مبسوطه عم بعمل شيء انا بحبه اللي هو الغنى، بس بنفس الوقت انا عم فرح غيري، عم برقص مع الولاد هلا كيف تا مع المسنين. صحيح، اللي انا عن جد بعتبرهم بركه. صحيح. يعني للمشاهدين اللي ما بيعرفوا، كريستينا كل جمعه بتدق لي وبتقول لي في معي صندوق مليان اغراض، ليكي هلا اذا بتنزلي معي على السياره، رغم انه قطعت الحمله ورغم انه قطعوا عده ايفنتات هلا بهالاسبوع الميلادي. صحيح. انا بسميه اسبوع ميلادي لانه تحضيرا لعيد الميلاد. هلا حتى صندوق سيارتي ملان، يعني عندي عده جامعات وعده جمعيات، بضلني على طول اقول لكل الناس اللي حوالي ولكل اصحابي شو عندكم اشياء بعدها بحاله منيحه بليز تذكروني تعطوني اياهم، لان انا عندي كثير ناس اقدر اوزع لهم وكثير عيال وخاصه عيال اللبنانيه بحاجه. صحيح. فبالنتيجه نحن لبعض، يعني لازم نفكر ببعض ونساعد بعض. ومثل ما قلت يعني شو بدك ميسيون دو في، وانتم حمله كمش الدفا وكلهم يعني مع الكل. وحتى قطع قبل بيومين من عيد الميلاد حفله للاولاد عاملينها سان فانسان دو بول يلي كلنا اكيد بنعرفهم، وعندهم كذا مركز بلبنان مار منصور، وكانوا عاملين حفله كثير كبيره بالملعب البلدي بجونيه للولاد، لانه هن كتار من كل المراكز تقريبا بيطلعوا 780 او 800 ولد. كمان كنت موجوده معهم،
جايبين لهم ماما نويل بابا نويل عم بيوزعوا لهم كادويات واكيد غنيت لهم هيك كم غنيه عملنا جو مهضوم اكيد هيدا العيد قد ايه بينبسطوا كمان على شخص معروف وحلو مثلك انه يكون حدهم على الارض عن جد للولد الفقير او اليتيم قد ايه بيبقى هالسعاده عنده اكيد اكيد وخاصه انا بالنتيجه ام يعني صحيح. عندي اولاد وبعرف شو فرحه الولد مزبوط. ويعني حتى بجرب انه اولادي مرات يعني هلا مثلا اولادي لو ما كان عندهم مدرسه كنت جبتهم معي على الايفنت اللي عاملينه سوا بس لانه ثقه بنهار خميس وهن بالسكول حتى هلا عم ياخذوهم سبوته وحوده لحتى يعوضوا لانه بنتي بروفي وراح اسبوعين بفتره مزبوط. الثوره سو هلا عم بيعوضوا كريستينا هون بدي اسالك عن الاولاد هالروح الحلوه اللي عندك اياها بس يشوفوا اولادك امهم شخص مثلك معروف وكل الناس بتعرفك فنانه يعني بس يشوفوك عم بتساعدي كيف هن بيتعلموا كيف بتحسي عم بياخذوا منك وكيف بيطبقون بحياتهم بتعرفي كيف بتحسي بكل بساطه رح اعطي اكزامبل كثير بسيط مره كنا واقفين بعجقه السير قطع ولد وانا هيدا الشغله صراحه كثير بتقهرني شوف ولد عم يشحد على الطريق يعني صحيح. هيدا الولد مش محله لو شو ما كان الوضع وشو ما كانت الحاله وشو ما كانت حاله اهله يعني دولتنا لازم تكون صراحه شوي اكثر احتراما تجاه الانسانيه هالولاد هيدول يكون لهم اماكن مخصصه او مراكز مخصصه تستقبلهم يتعلموا هيدا الولد ما بيسوى يضل جاهل هيدا ولد للمستقبل هيدا الجهل بيوصلنا لمشاكل كتير لازم يتعلم لانه العلم نور وبلس يتعرف على ربه لحتى يكون الايمان بقلبه لحتى ربنا يحميه وينوره وما يوصل على القصص الخطا اللي بتوقعه بالخطيه وغيره فنحن واقفين بعجقه السير قطع ولد بنتي نكزتني عم بدق على قالت لي مامي حرام ليك انه بليز اعطيه شيء تتقلي هيك معناته هي براسها قاطع هيدا الشيء اللي انت عم تحكي عنه انه نحن منشوف انه مامي عم بتساعد ومامي دايما بتقلنا انا دايما بوصيهم بس نكون قاعدين بدنا ناكل شيء مطرح بليز اطلبوا عقد ما بتحسوا بدكم تاكلوا ما تخلوا شيء زياده بصحنكم مش لانه عيب لانه في عالم لقمه خبز مش عم تقدر تاكل 100% وبضلني اقول لهم اياها يعني عن جد فالقتهم لاولادي بهيدا الموضوع انه بليز مامي بس بدكم تشتروا شغله اشتروا عن جد اللي انتم عايزينه وبدكم تاكلوا شيء اسكبوا بصحنكم قد ما انتم بتحسوا شبعتكم برافو حتى ما يضل شيء زياده يروح على الكب شو حلو حتى نحن وقتها كان عندنا مطعم من فترة قبل اشتغلنا كذا سنة فيه في فترة كمان كنا مثل غير مطاعم شو بيبقى أكل بحالة منيحة طبعا مش انه أكل بقايا من صحون أكل بعده مش انه ما دقوا فيه العالم أو مش مستعمل أو نحن بعد عنا مثلا أكل زيادة ما استعملناه كنا نحطهم نوضبهم ونبعتهم لمراكز معينة بيجوا عالم بيأكلوا فيها عالم بتعرفي معطرة أو مشردة أو فقيرة كريستينا كتير كتير حلو اللي حكيتيه وعن جد اللي ما بيعرفك بيجهلك وانا قطع الوقت كتير بسرعه معك يعني كنت حابه بعد احكي انا وياك بدي اتشكرك كتير حبيبتي اهلا وسهلا فيكم شو بتنصحي او هيك كيف بتعيد المشاهدين اخر هال هلا اكيد بدي اعيد الكل وارجع عن جديد اتمنى لكم ميلاد مجيد وان شاء الله يا رب هيك بحط الفرحه بقلوب كل انسان ما بخلي لا انسان موجوع ولا انسان حزين وبحط اكيد الايمان اكثر بقوي ايماننا وبثبتنا فيه اكثر واكثر واكيد بدي اتمنى السلام لكل العالم وبالاخص للبنان الظروف اللي قطعنا فيها ان شاء الله انه بتتبلور الامور للاحسن ومنلاقي حلول وتكون السنه الجديده سنه واعده يا رب مشاهدينا بدي اختم هاللقاء الحلو مع كريستينا مع ترنيمه لإلها كمان رح نشوفها بعد شوي رح نسمعها بعد شوي وهلا رح نروح لبريك وبنختمها ونحن الطار بدنا نغني بميلادك ناطرين اكبر وصغار تعال يا يسوع اسهار معنا اسهار ونحن الطار بدنا
ناطرين كبار وصغار. أحلى هدية ضلك معنا هون، أنت أحلى هدية ضلك معنا هون، الليلة ميلادية ضوت كل الكون. أنت أحلى هدية ضلك معنا هون، أنت أحلى هدية ضلك معنا هون، الليلة ميلادية ضوت كل الكون. بدنا نغني في ميلادك ناطرين كبار وصغار، بدنا نغني بميلادك ناطرين كبار وصغار. كبار وصغار تعا يسوع سهر معنا سهر، ونحنا كتار بدنا نغني بميلادك ناطرين كبار وصغار. تعا يسوع سهر معنا سهر، ونحنا كتار بدنا نغني بميلادك ناطرين كبار وصغار. ناطرين كبار وصغار.